الميدان تاعو، تحضرت اللاعبين، حسستهم باللي خطورة الخصم وبعض النقاط الفنية. الشوط الأول شفنا الفريق تاعنا كان شوية متخلفل خاصة في وسط الميدان، وين فريق الخصم سيطر على وسط الميدان، وحتى الهدف جاء من خطأ في تمركز اللاعبين في وسط الميدان. الحمد لله في الشوط الثاني صحنا بعض الأمور التكتيكية، غيرنا من نظام اللعب تاعنا، أجرينا بعض التغييرات، الحمد لله جابت النتائج تاعها وسجلنا 3 أهداف، هدفين خاصة هدفين آخرين في آخر 5 دقائق. الحمد لله برافو اللاعبين، شكر اللاعبين اللي أمنوا بالحظوظ تاعهم وأمنوا بالقدرة تاعهم حتى لآخر دقيقة. الحمد لله نشكر الله عز وجل على التوفيق، نقول مبروك الفريق ومبروك اللاعبين ومبروك الإدارة اللي ديتني وضعتنا في ظروف جد حسنة اللي راهي قايمة واقفة على الفريق. تأهل نهديو للأنصار تاعنا اللي عندهم وقت ما فرحوش، الحمد لله إن شاء الله نزيدوا فرحهم في قادم المقابلات إن شاء الله. راح ناخذ 3 أسئلة من فضلك. رغم أن الأسماء المالية تاع الفريق مازالت لحد الآن ما نشوفوا فيه عيون كاينة ولا واجدة. كل الشكر للاعبين، اللاعبين تاعنا اللي راهم يقوموا بالتضحيات، ويختلف شنو في بعض اللاعبين لحد الآن تقريبا كاين اللي عنده شهر شهر ونص ما راهوش الآن تاعو، راهم يضحيوا من أجل الفريق هذا. كذلك الإدارة اللي راهي تبذل في مجهودات كبيرة باش توضع الفريق في أحسن الظروف. نظن إرادة اللاعبين، خاصة إرادة اللاعبين لما تشوف الشوط الثاني اللاعبين كما يقولوا بالعامية يقصوا في الوحم باش يأهلوا الفريق وباش يفوزوا بالمباريات. نظن كل هذه الأسباب هي اللي خلت الفريق يرجع لسلسلة النتائج. احنا المهام تاعنا يعني احنا حاولنا نرفع من المعنويات تاعهم، بعد قدومنا حاولنا نرفع من المعنويات تاعهم، حاولنا نعطيهم الدعم والثقة. الحمد لله شفناها في المقابلات الثلاثة الأخيرة. برافو اللاعبين. السلام عليكم، كنت هشام قناة تيتا تي في. فريق حرية كوناكي تقدم يعني مرتين في المقابلة هذه، في لحظة من اللحظات ما تسببش الشك في النفس ديالك انك ممكن ما توفقش في التأهل، خصوصا انه الفريق ضيع فرص بزاف سانحة من الأخطاء الدفاعية تاع حرية كوناكي. صحيح انه المقابلة جرت كانت فيها فترات قوة لنا وفترات قوة للخصم. الخصم عرف يستغل الفرصة، الشوط الأول سجل منها هدف، الشوط الثاني بعد ما عدلنا زاد سجل هدف ثاني. ما نقولوش دخلنا الشك، أنا ما نخليش الشك، أنا قعدت نبحث على حلول بصفة عاجلة. أنا ما نخليش الشك في الفريق تاعي، كانت فيه بعض الأخطاء خاصة في وسط الميدان، حاولت أن نلقى الحلول وندير بعض التغييرات، هذا هو الشيء اللي كان في راسي. الحمد لله نجحنا في التغيير تاعنا وفي تغيير نظام اللعب تاعنا اللي اعطى ثمار تاعو وسجلنا هدفين في اخر مباراه. اولا انا من يوم مجيئي انا كنت لما اتصلت بي الاداره ووضعتني على راس الطاقم الفني، اولا انا كنت في رديف في الرديف، انا قلت له الحمد لله انا هذا الفريق تاعي، انا في خدمه فريقي في اي وقت. الحمد لله النتائج الان نقولوا الحمد لله مش بفضل القدوم تاعي فقط، لكن كل فضل اللاعبين، الله عز وجل اولا اللاعبين اللي راهم يقوموا بالمجهودات والاداره كما قلت لك، هو يعني تكاتف المجهودات تاع الجميع هي اللي خلى الفريق يرجع. بخصوص لحد الان انا مازلت مدرب وفاق صديق مدرب بصفه رسميه، وتبقى هذا السؤال هذا تاع الاداره، هل سمعنا لحد الان انني في خدمه فريقي كمدرب كمساعد مدرب، لان الفريق هذا نخدم فيه بقلبي.